نزلني انا. في ايه يا عم سيب بتتعصب كده ليه؟ ايه اللي فيه ايه؟ مركبنا عربيه مسروقه عشان تقول لي فيه ايه؟ بسم الله عليك، وانت يالا اللي جاي من معرض الكتاب؟ ما انت كنت بتسرق. ايوه الست هتسرق جاب ب 5000 جنيه مش عربيه تمنها 100000 جنيه. يعني ربنا كرمني اقول له لا؟ ربنا كرمك انت حرامي يالا. ولا ما خلاص بقى. خلاص بقى يا جماعه، دي مش مشكلتنا اصلا. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ انا عندي فكره ممكن تنفع. قولي. اللي حضر العفريت يصرفه. بطلوا بقى شغل الدجل والشعوطه بتاعكوا ده. عفريت ايه يا حبيبتي اللي هنجيبه يسرق لنا؟ انت عبيطه، انت هبله يا بنت. انت فهمتي ايه؟ انا اقصد ان احنا نكلم خالتي هي اللي تحل لنا المشكله دي، لان هي السبب وعكتنا العكه دي. طب ما نجيب حرامي تاني اسهل يسرق لنا المتحف وخلاص. تصدقي فكره والله. انت بتقولي ايه انت وهي؟ ما انتوا مش مضرين في حاجه. انا اللي عربيتي اتسرقت وكل حاجتي اتسرقت. سيف، انا ساعتي اتسرقت، الحلقه الدايموند بتاعي اتسرق، محفظتي اتسرقت، حتى نضارتي اللي كانت في عربيتك اتسرقت. انت بس عربيتك هي اللي راحت. انت عايزه تفرسيني؟ انا ما شفتش في برودك، انت بارده برود، انا ما شفتهاش. اسود ايه ده؟ بوليس. يلا يلا نهرب. نهرب منين؟ اقف يا متخلف، ما تهربش كده، موقفنا في القضيه هيبقى زفت. اقف، هيعتبروك شاهد ملك. ملك مين يا ابني انت؟ لو مسكوني هيعدموني. لو مسكوني يعدموك ليه؟ وانت كنت بتختصم التاكسي؟ صدقني انا على اي قواضي تانيه. انا مش عايزه اتسجن. لازم مش نسلم نفسنا، لازم نسلم نفسنا. انزل على ركبكم. طب يعني لو عملت كده مش هياخدوني؟ لا هياخدونا، بس موقفنا يبقى احسن. لا مش عايزه، مش عايزه اروح السجن والله بجد، مش عايزه اروح السجن. كان اسعاف؟ اه. انت متخلف وحيوان، انا ما استفدتش منك اي حاجه غير ان بنطلوني اتوسخ. ما هو سرنت الاسعاف زي سرنت البوليس، المفروض يميزوهم. الاثنين بيعملوا، انت تافه يلا. الاثنين بيعملوا ويوا ويوا. خلف، ما هي هي. يلا يا جماعه عازمكم على عصير بمناسبه التاكسي الجديد. لا لا، راح فين؟ راح فين اللي راح فين؟ لا اركب بقى دوبر او كريم دوت، هيقولك هيقولك. مش هينفع تسيبوني. لا هيقولك العربيه مسروقه والله. معلش هاني بخاف جدا. معلش خدني معاك يا هاني، انا هركب. مسروقه مسروقه. اه يا شويه هفيات، ما عرفتش اربي بقى حته بنت زيجي تقلبك وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحراميه؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجه ولا هم رجاله بطايق بس؟ لا يا خالتي، هم بطايق بس. والبيت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينه كده. تخينه كده؟ لا هي مش تخينه، هي مكوره. طويله ولا قصيره؟ قصيره. مدوره ومكعوره وقصيره. اه، وبتتكلم زي البت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح. ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها.